مسك ثقلها في يضحك معنا على قناة التاسعة. نحب سعيد باستقبال ضيفتنا الليلة عايشة عطية. عايشة هلو هلو. سلوت ليكيب. سلوت ليكيب. مرحبا أي ما عايشة. شو صباح عايشة لباس. وي تري بيان اي تو. حس في روحك. حس روحي لبنى الزجيري. لا بتجمش حس روحي علي. يا ستوب يا ماجد. هي مشيت فياج دو نوس وحدها ولا هي باش تمشي وحدها وانا باش نمشي وحدي كيما ذيك لبنى زديري. دونك تحيه ليها عائشه. مرحبا بك. اهلا وسهلا. دونك نكملوا نحكيوا معاكم من بعد. عندي لعبه اسمها عائشه مش اطارق. ايش بيك؟ انا جو سوي ان بو بيرتوربي كوا. Pourquoi? Parce que elle est là, la belle. Elle est là, la belle et la meute. Chez les chnahouels. والله الحمد لله. مش قالوا مشيت وما عادش راجع هكا رجع. لا 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 اغتصت في الخدمه من نوبه وانتم بتعرفوا فهمتني. يعني 30 حلقه والتصوير يعني شد بعضه وكيف ما تنفيسه هاني جيت مع اصحابي واحبابي. في نوبه تبارك الله يكمل قبل رمضان ان شاء الله. لو 5 افريل يكمل لو 6 افريل. هذا شنو يعجبني في عبد الحميد بوشنيق اللي تريس يعني الوحيد في تونس اللي فيه قبر رمضان وقت يمشي. اسمعني والله نعطيك حاجه. خمسة وخميس على ليكيب يعني اللي تخدم. ناكد لك اللي ماهوش باش يصير حتى ديباسمون بنهار في النوبه. معناتها ابارك يعني انت تعاود ياسر السيكونس. شكون فما؟ لا ما نعاودش برشا يعني نعاود مرتين مره فهمتني انت والخدمه. يعطيك الصحه شادي. مرحبا بكم. مرحبا ما بين صحابي وحبيبي ربي يستر يا ولد. الإشاعات وكالدنيا يعني ما نحبوش نرجعوا عليهم وكا. ولا عايشة ولا مش عايشة باش نسألكم بعد شوية. عايشة مش عايشة باش نتعرفوا على ضيفتنا قبل ما نبدأ نكملوا الفقرة متاعنا. أكثر ماكلة تحبها عايشة عطية هي الهرقمة. طارق عايشة ولا مش عايشة؟ عايشة. هذه عايشة من عند ربي ما مش عارف. عايشة تحب الهرقمة. طارق يعرف باغ كونتخ شنو. والله العظيم أي عايش. صادق. عايشة أول مرة قال لك كليت صحفة هرقمة دخت. علاش؟ ما نعرفش قوية اللي هرق باش بيك. مريم أنا نعرف عايشة معناتها ستيم معناتها حربية، أما جو بونس با كوميم صحفة هرقمة كاملة مش عايشة. يا نعرفها عايشة، صحفة الهرقمة تحل بها الشاهي. بعد تفطر راس. تفتخ. فوزي كمل أنت تعرفها عايشة يجاوب. لا لا لا. الكل ظل تعرف عايشة. لا لا. أنا ما نعرفش شنو تاكل بالضبط، أما كي تكون صحفة صغيرة وبرين هكا مش كبيرة كبيرة، أما صحفة صغيرة. نحكي على روحي. لا هرقمة. أنا ناكل هرقمة. نعرفها عايشة. أنا ناكل هرقمة. نكر. صحفة برينة تبدا والله حربية والله تبدا حارة فهمتها. وانتي تعرفها ما بتعرفيش عايشة كيفاش ما تعرفوش. لا باش نقص على عايشة ما تعرفوش. كي تبدا فوزي عنده نمروك مع عادي فوزي نص الليل ونص تبدا انت ناوي ترقد وهو يبعث لك فيديو في الواتساب مثلا عند بياع البلادي وهو يحرك له في الهرقمة ويقول لك هيا تجي هيا نبعث لك معاه صدقني وتكون انت واحد زيري وذوكم صحيح فيك لا حاجه اش اقول لك رئيس عربي وكستحن على اليسار كترشي وكالفلفل بالرابيط وزيتون نوف المومسكيت نحاس من الشيخات كل قاعد كان في الهرقمة ولا بلادي تبدا اسمعني تبدا واحد راه مش فرق فين الخبز تقول فيها خمس ولي تبل بيزا برشا وحدها يوسف تقص على العبيد. يوسف تقص على العبيد وحدها فهمت خمس وحدها صحيح وحدها مع السير باقي انتوا كعايشه في بالك اللي الهرق ما راهو هو العلوش بعد ما يموت في بالي هو حي انا مش كنت تعرف بعد ما العلوش بعد ما يموت اول حاجه ماهوش علوش انت داخل في حيط راه الهرق ما هرق بكيري هرق بكيري معلم عجلني بس بعدين ما تقصيش عاد عديها ولا لا يا سوا هرق ما تجي كامل هرق ما تجي بالكرعين تاع العلوش كيما تجي بالسيق البقاري يعني السيق البقاري يا خويا اصح حاجه عند نبيل حي بنوستينا تحيه ليه انتو كافا والله بالحق استيس على الهرق ما اعطينا ترى بوغ افوار دو بو شوفو في بالكم تاخذ لا لايت كيفاش لحظه لحظه شنو بوغ افوار دو بو شوفو تاخذ السيق الباقيري وتدهن بها لا لا وتاخذ في وسطها
وتدن بيش عاك تعمل ماسك الوسطاني ذيك انا نعمل فيه هرق مشديد ذي وانا نقول ان توكا وي سيد وين نقول جاري شبي وني تنرفز يلف مرته بصحفة هرق ما والله غلط لانه احسن ماكله عند عائشه هي رز الجربي ايوه مانيك نهارق ما اكثر بلاصه تقعد فيها عائشه وترتاح فيها هي الجبانه عائشه ولا مش عائشه مش الجبانه الكل نرتاحوا فيها ليه لط بعد عمر طويل مش كان عايش مريم اي جو بونس كو شادلي شبونس تنجم كي تمشي تزور والدها ترتاح نفسانيا و... صحيحة ولا مش صحيحة عايز؟ صحيحة طوى الفترة الأخرى كما قالك شادلي معناها عرفتش معناها جبينة دونك سافي دو بيان سافي دو بيان الله يرحمه عايشة الله يرحمه تحب برشا الحيوانات خاصة خاصة الجرابع وطارق معلوش لا لا تسايب لا امور جربة ما عندي حتى فكره لا مستحيل بس شكون يحب الجربوعه ما فما لي فما هي عيطوا له شنو بالفرنسيه هو تيتر تيتر انغا 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 شكون يحب الجربة هذه يدي جربة في الصين يفطر بها الصباح اي طور الصباح شادلي حسب رايك عايشه ولا مش عايشه بنين بنين مش عايشه بنين لا مستحيل مستحيل بنين سي بون نحبهم في الماكله معني C'est très bon. تحبي الجربوع في الماكلة؟ استنى استنى تحبوا مشوي ولا معناتها؟ مغريي ما ناكلش بني لازم يكون غريي. لا زوز جربة مشوي. لا عايشة بالحق. نو نو سي اون فوبي معناها بالعكس. فوبي زادة. أمي وفوبي. يلا قبل ما نمشيو لل تعرفنا على عايشة قبل ما نمشيو للعبرة نستقبلوا زين عابدين المستوري. مخرج مونا مساعد قديم يا ودي دخلوا خرج داري 16 مره يا ودي جا قاعد على روحك علاش غادي تخرج وعاود داخل ما خط اللي ماكش فيه ايوه لان خاطر ما نحبش نقعد معاكم عليه عليه على الكورونا دوك ندخل فيزا فيزا ونخرج نغسل يدي ونعاود نرجع بونسوار عائشه بونسوار شيري تم غري ميرسي ميرسي قلت لي شيري احسن جمله يروحوا كله لا خلينا نخدموا عايش واحد احسن جمله تنجم تقولها لطفله خاصه في الربيع وي تامي غري تامي غري تامي غري معناتها ما يوعى مني ولا يجي قدك الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله حصل ما لم يكن حصل ما لم يكن في الحسبان الفيديو الاول يا نوفل يا خويا يجينا من بلد شقيق صديق عريق رقيق حنين الله فهمتني واحد يزق في بسكليت ايوه حب يتعدى فوق جعبة متاع الماء بشي شق الويد يا أخي جعبة الماء قتلوا لا قتلوا لا ماكش متعد أنت بالذات لا بالعربي نطقت مرة سيدي ورينا المواطن هو اللي هنا بالبسكليت فهمتني هو مهبول هذا هو ما يحب يتعدى باش ما يقصش ما فما قصة من غاديك فيها بركاجات وكل شيء طاح جاب في الويد هو والموتو والبسكليت والكاسكيت وحب يطلع لكن حاسي حياته تحط الحمد لله البسكليت لاباس هو لهنا كيما تشوفوا معناتها مريم اللي سي ترانسفورمي من جرا من عبد لجرانا لا وبس اللي يصور فيه مش حاب يمنع وقعد يصور اي ما يخدم في ناسيونال جيوغرافيك اللي يصوروا في نمر في غزاله وما يمشوش يمنعوا الغزاله اسقط عبيد في العالم المصورين تاع ناسيونال جيوغرافيك والله ما عندهمش قلب والله يراو يراو كلب هذاك قانون الغاب نعم اللي عملتينا الجمعه اللي فاتت شدي عرفيني اهلا خويا اهلا وسهلا قاعد الجانجل انا معك تو الفيديو الثاني عائشه وي اللي عامل بمطعم شقيق صديق زاد هو زرزق الدنيا وحب يعمل فازا كي باش ينظفها فيسع خاطر باش يجي عارفوا عندهم كنترول لكن عارفوا ما جاش اما هو احسن له بلما يكون في الحسبان يا فوزي ليك وحشة فوزي والله شوفوا الأخ وينك فوفو مريم تو تعرف عليه قاعد يسيق هو فيزا فيزا قال مش مشكلة فهمتني وتكب مسكين طاح طيحة طيحة معناتها مسكين مرأة ها مرأة ليه راجل 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 رجلة رجلة هي مرأة ما رجلة خاطر الفيديو ذي جينا من أمريكا يا صادق بلاد جابت دونالد ترامب انجلينا جولي وصدق حلواس
سيدي خاطر العباد تعرفش لي هو امريكاني فهمتني ما ينجمش يكون هذا صنع تونسي جم بالحق انت البادغام تاع امريكا نعرفه تحت شعار تفادلك ما تفادلك البهايم مع الخرشف في الفيديو هذايا حصل انا يكون في الحسبان دخلني انا كي وليت بهايم وخرشف وليت تذكر عايشه بهايم وخرشف تلفت لي اما انا عايشه انا ميغري دونك ما نحكيوش معاه انت ميغري في مخك دونك حصل انا يكون في الحسبان يا فوزي يا بنقمره يا لباس يا حطايتي محلى لبستك ومحلى وهرتك صح ميرسي ساعة تحسوا إيه بيبقي أما ليه ولا ما يجبك ما تجاوبش أما ليه أخت اللعب أخت اللعب اللطف عليك فوزي إن شاء الله بس أما ضعفت على الله المرضى الأخراني ضعف والله كبير يرجع أما ديما في فورمة إن شاء الله ديما في فورمة فوفو نشوفوا الأمريكان فوزي أعطينا الأمريكان وسيم هو اللي هنا نقز الأول نقز الثاني جاء هو بشي نقز وياكل القص طاح فهمتني هذه هي ما يعبر عنه بالزبنده قلوش عطيه ما تعاودلوش واستنى يا دجاجه اللي يجيك القمح من باجه وهذوك الكل معنا الفيديو الرابع عايشه يجينا من بلاد من غير ما نذكروا اسمها اوكي مش ما نعملوش مشاكل خاطر ما نعرفوهش فهمتني واحد ركب على ابيهم في امان الله ولكن حصل لهم لكم في الحسبان يا فوزي وغزر له هو لهنا يمشي على البيم شيخ على روحه مستكوزي ولا شنو كل شيء وفجاه خويا يخرج له كلب وسط الغابه هذيك كلب وقعدنا بهم يكركر فيه وقال بهم يكركر فيه الفيديو هذا لا نعرفه لبلاده ولا نعرفه اسمه ولا نعرفه اصله ولا نعرفه فصله نعرفه كان حاجه بركه باش نقولوها له شبع زاك فرير شبيك شوفوا الاخ اللي ما نعرفه عليه حتى شيء بخزر له كيفاه وحده شبيه أجري أنا أطرح مولدي اللي حط السبلة هوني ساعة لي حاجة الأولى ردبك ذا ردبك ذا بر راي شد لي الحيط أي فجأة قاعد يا الله تصيق على كم الغاد تصفيق على زين عبد المستوري نمشي وتوا يا زين هذا مقديش زين مريم مش بيك سيبوه ذكرتك محلاه لا مريك نمشي تصدق قد فضلك خويا قابلوا بعد سابق عايش عطيه عايفة تقسم بالليل عظيمة ضعوفة السلام عليها انت عارفك عاد طلق بعلوش عقلتك قدر ليه بس سوريا ربي صبركم والله يرحمك عاش ذيك الدار الدايمه والله يكون فيك تحنا كيمات الله يهديك والله ما نجيب لك خالي نمشيو توا لفقره العبره اللي ديما ساشوك شويه ومؤثره شويه بعد نرجعوا نتناقشوا شوفوا العبره في اضحك معنا يا اخي نهار كامل صح انت ليه تعجلي الطفل ربي سامحني يا بنيتي اعطيني كسمه ما نعطيكش مانيش فاهمه اصلا شو مجيبك انت وينيش مقعدك معانا خذيت وندمت ولدك عيشه كلبه السلام عليكم امي شنو حوالك لاباس سلام حوالك اليوم الحمد لله خير شويه صح مني ومنك هذيك ايش جا حشت بيك ايش ايش فما يا اخي هوني ما نجمش نحكي معاك انا مشين وحدي ايش جا حشت بيك باه يومي هاني جيتك شبيك شفما؟ أين الوضع هذا ما عادش مساعدني تخنقت أين أمك صارت تسقف ليه؟ تبي تتكلم بشوي أمي تسمع خليها تسمع خليها تفهم روحها يا بنتي الكلام اللي تحكي فيه مش معقول راه لا معقول لا مش معقول أين أمك ما بعضنا فرد دار ليه؟ ما يهمنيش والله نقوم غدوة نقاها مزلتوني نهز ولدي ونمشي خليها لك واسعة وعريضة أشبع بأمك يا ولد أمك تتكلم بشوي ومشي نهزها حتى خويت ما عنديش ما يهمنيش ماهيش مشكلتي هزها حتى للجيران أمانة هوني نحملك أنت وهمك وغمك وفوقهم أمك عليه يا بابا مش مكتوبين معايا في الزيق انا هيدا مرا باهي تكلم بشويه وبرد دمك غدوه يعمل الله ما بردش دمي يلزمني حل في الحكايه هيدي قلت لك يعمل الله لازم تسمعوا الكلام هذا انا قلت لك يعمل الله غدوه عيش وليدي
حاجك. ما لقيتهاش والله لا لقيتها لو وجدت عليها في بيتها وفي الدار الكل ما لقيتهاش ما ريتش امي ومشاتها ملهي يا اخي انت ما تعرفش تسكر فمك عليه هكا يا 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 انا ماشي يا 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 عايش ولدي استنى يا استنى كياس عايش ولدي يا يا رد بالك عايش ولدي رد بالك اياد 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 فيخ عايش ولدي اياد اياد عايش ولدي اياد فيخ عايش ولدي اياد فيخ عايش ولدي كرم اللي محطوط عليك كريم حاجة 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 أمي أمي نحب نقول لك سامحني يا أمي راني غلطت غلطة كبيرة سامحني شوف إيش صار فيا يا أمي بعدك ولدي مات ومرتي رماتني على خاطرك ماكش راضي عليا سامحني سامحني يا أمي سامحني سامحني أنا ما رضيتش والدي شوف إيش صار فيا ما تكونش كيفي كون خير مني
ديما يوتر الاعصاب لدرجه ننسى اللي هما يمثلوا. صحيح فوز. شنو رايك؟ الدنيا يصير فيها هكا واكثر معناتها باش نكون واقع قاسي على الاخر. موجود موجود اي خاطر برشا في العبره يقولوا لنا فما اكزاجيراسيون. لا لا موجود موجود اون في اكسبري احنا باش نخرجوا راهو ماهيش اكزاجيراسيون راهو الواقع امر برشا. تو انا قززني كيفاش هي ماتت وسرق. انا موجود صارت انا صار الاكسيدون كرهبه تقلبت بيا ناس تقول لي لطف عليك وناس تسرق فيك وناس تفتف في الكرهبه اش فما والله بالحق معناتها ناس ما هذاك ابسط حاجه به. فوفو شنو رايك احكي شو باش نقول لك هذا واقع قاعد نعيشوا فيه فهمت بصراحه يعني نقول لك ثم كلمه القام احنا يعني اباتنا يقولوها خذوا بنات الاصول لعل الزمان يطول يعني فهمت أو كزمان كيطول بالإنسان هاو يعني يقبل بنت الأصل على الأقل ما تعملش اللي عملته المرأة هذه ولو إنه إحنا تمثيل هي فهمت لك كي تكون بنت أصل مهما يكون الأمر لازم أصلها يرد عليها لازم أصلها يقول لها لا خاطر عندها أم وعندها أبو وعندها والدين كيف زاد هي فهمت وكشفت يعني فهمت ثم هذا واقع نعيشوا فيه ونسبة كبيرة 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 برشا ما نقولكش التوانسة نسبة كبيرة من التوانسة اللي ماخذين النساء من النوع هذا ومسكين ما عنده حتى علاش ما عنده حتى سامحني كان قصيت عليك ما هو بيته هو بيته ريسبونسابل معناها انا باغ اكزومبل الراجل يعمل لي هكا ولا مرته هو تعمل له هكا سي سهل على الاخر معناها نهض حضر لها الفاليز نتاعها حتى ما غير فاليز وتخرج على روحها لا ردوا بالكم اغزر فما حاجتي طريقه كيفاش هي نطقت والرياكسيون تاع الام راهو انه مراه تقول كيكا تصير هو من با ناقشها هو قالها لا صح هو اش عمل قالها ريض تريض الدنيا نرقدوا بعض غدوه نلقاها معناتها يفو با سامحني هي بوركو لا اوزي بارلي كوم سا ديجا افيك لوي كيفاش هي فما نسيم فهمش فما رجال ساعه ما عندهمش باش شخصيه ساعه ما نسيهم اكزاكتومون بالحق سجلوا ديما برشا توانسه زاده نسيهم تقوت فيهم سي سكون ابيل هاي سا سي لا فيريتي فما برشا رجال توانسه نسيهم تقوت فيهم صحيح فوالا يقول لك راجل تونسي بون كنت باش نقول حاجه ما تنجمش تعاد في تلفزه جوزاب اما هي ما وصلت هي ساعه لازم التخميم تاع امك خلقتني لازم حتى كونت لوي فرول ليسبري ما لازمش تتعدى مخها باش تتعدى فمها باش تنجم هي تخرجها من فمها باش تتجرأش معناتها انت انا كان جيت راجل انا ومرتي معناتها تجيني تقول لي امك خلقتني ولا بوك خويا فيلمين معناتها فما حتى مشكل يبداش عندي 17 صغير ورايا يا با معناتها يا با فوتو ما ميغ سي ما ميغ السوجي هذا جبناه على الام وقلت انا فيه معناتها جو سوي با دون لا كونتراديكسيون قلت فيه اللي فما امهات بالحق از اكزاجير جبدنا عليه وقتها في سكتش يعملوا زين وقتها سكتش يعملوا وليد الزين وقلت فما كي افي دي مامون كي اكزاجيري معناتها تجي تهز تجيب فليجيتها واسامبوز وتولي معناتها تدخل في الانتيميتي نتاع وتدخل في الانتيميتي وي عايشوشه تدخل في الانتيميتي نتاع راجل وكوش اما كي تبدا امك مريضه تبدا امك معناتها انسانه معناتها كبيره وانسانه شنو باش تمشي تلمي امك تجي دار العجزه خاطر مالتك مش راضيه اكزاكتومون شنو هو ولا بوك باش تلمي دار العجزه خل... يا اخي شويه مهزك وعمل لك وعمل لك كيفاش س... انا س... انا انا هذا جو لو كونسيبت انا هذا موضوع بالنسبه لي الموضوع بالنسبه لي ما تحكيش راهو تو نجيك فوزي بعد عائشه بالحق في دار العجز سمعت حكايات مشينا غادي اي شفنا حكايات ما صدقتش معناتها نسخه معناتها نتاع وساعات راجل كبير يقول لك بالاتفاق انا ولدي هو الكبير يقولها كيكا باش ما يوريش غشه على ولده معناتها خرجت بال... على التعب اللي قاعد يعيش بالاتفاق فيه انا ولدي معناتها سي فري تعبت وربيت وقريت ووكلت وشربت القهر هذيك من بعد في 15 سنين باش تعيشهم تاعب يا ربي كيفاش امك اللي هزتك مش 9 شهور بركه انا جو سوي مامون جو سي سكو جدي مش 9 شهور كي تقول لهم هزت ولهم حملت راه مش 9 شهور كاهو عمر كم عمر كم راهو بنتي كي تمرض نبدا اسون شوفي بوندون 10 جور 15 يوم نبدا اسون شوفي نخاف اللي ما تتنفسش مليح لا لا ولا 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 هذيك الام معليش يقول لك الام معناتها
الجنة تحت أقدام الأمهات على خاطر شنو؟ مش على خاطر ألا بورتي 9 موا سوا ديزون زعما وتعذبت ليه سي با سا إبان بورتي 9 موا سي تخي فاسيل خاطر ربي سبحانه هو اللي يعطيك القوة والمقدرة جسدية والمقدرة كل شيء باش تهز 9 أشهر هذوك أما هيش هز 9 أشهر الأم كي تربي وتردك راجل وتردك مرأة وتردك عنصر معناتها وبالنسبة للزوية تنحي من سمها ولبستها وتعطيك اكزاكتومون الأم هذيك هي الأم معناتها كيفاش انت توصل معناتها نتذكر فما الطفلة اللي ماتت الله يرحمها في الشمال الغربي ماتت بالفيضانات ما هي ما هي الأم حكيت كلام صدقني والله ضربت جمعة ما يجينيش النوم في الليل شا حكيت قالت بنتي ماشي جيعانة قالت فما واحد أعطانا شوية كبدة قالت شويتها أعطيتها هي شطر وين يا ربي شاهي خذيت الشطر بنتي قالت لي أمي راني مزلت جيعانة نحب ناكل قالت بنتي ماتت جيعانة خاطر أنا كبرت كرشي وكليت شطر مانيش باش نسامح روحي معناتها الام مش باش تسامح روحها خاطر هي بيدها جاعت وكليت مع بنتها معناتها شوف وين توصل معناتها الام فوز حبيت نقول لك استاذه مريم فما ناس باش ياخذوا رياكسيون يققت عليها هي هو الطفل هذاك الصغير في العمر نتاع 12 سنه يعني بعد 12 سنه الراجل هذاك النوعيه هذيك من الرجال هذوك ما عادش نجم ياخذ رياكسيون مع امه سي يتعود كان باش ياخذ رياكسيون تاع الجوريه ياخذها من النهار الاولاني يقول لها لا يا امي انت هكا لا ما خليني نقول لك حاجه انا ثم الناس ما تعرفش يعني اش معناها رضا ربي سبحانه اش معناها رضيت الدين عند ربي سبحانه وتعالى خليني نقول لك حاجتين سيدنا علقمه صحابي جليل صحابي من الصحابه اللي عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما استحضره الموت ما نجمش يقول لا اله الا الله ما نجمش ينطق بالشهاده فمشاو للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ان علقمه لا يستطيع ان ينطق بالشهاده فاش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أله أم قالوا نعم يا رسول الله عنده أم عيطوا لأمه قال أنت راضي على سيدنا علقمة قالت لا وش معناها لا لا مش كان يعطي فيها بالضرب أو بالكف يعطي فيها باللا لا ربما كان يخير أحيانا يسأل على مرته أكثر من يسأل عليها هي فما تجمش تطلع روحه يا نوفل يا أخويا إلا ما أمه قالت راني راضي عليه فنطق لسانه بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حاجة أخرى الله تبارك وتعالى كل ما تموت الأم يرسل الملك يقول العبد يقول يا, 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 يا فلان إن الذي كنا نكرمك من أجلها لقد مرت ربي سبحانه وتعالى بفضله وكرمه بفضل الأم كان يكرم فيك من أجل أمك عندما تموت الأم خلاص عمل روحك تعرف نوفل والله عايشة وبعد زي هي الحكاية أنا ما قلقتنيش نوفل اللي ريتها كحميتها إن ريتها كامرة كبيرة معها كأمور إنسانية معناها humainement ça se fait pas humainement معناها حاجة ما تصيرش خلي إنك حميتك وأقرب الناس ليك هو كما قال فوزي هو من نهار لوليني نورمالمون هي elle se permet pas إنها تحكي على أمه ولا تحكي معه بالطريقة هذيك دونك هو الغلطة منه هو زيدا وإنا جو كوني أنكا في عائلتنا قريبة على الأخر الغلطة يبدأ من الطفل على خاطر الطفل اللي ما با لي ليميت من الام ومن المراه من نهار لولاني انا باغ اكزامبل ماما نحترمها ونحبها ونموت عليها امي اما نهار اخر ما تتدخليش في العلاقه ما بيناتي انا وراجلي دونك من وقتها تتبني العلاقه هذيك دونك الفي تي ديجا انا بور لا بروميير فوا جو سي ياسر عجبتني العبره ياسر عجبتني لا روبريك خاطر سا دون دي لوسون وكلها امور انسانيه في اللي سرق في الطفل الصغير كيفاش حنين على ماميتو في المراه دونك سي دوماج تك صح طار انا كلمه باركه باش نقولها نوفل فما والدين مثلا تبدا امك عامله الباهي مع امها والله بالحق قل لك يثمر في الذريه معناها انت تجي حنين على امك ولادك يطلعوا حنين عليك معناها هكاك هي وراثيه الحكايه والله صحيحه على الاخر انا نحب نقول حاجه بتتر يمكن ما نعرفش كيفاش فسرها لك اما تعرف معناها واحد امي مثلا تقول امي مثلا مش خاطرها امي انا معناها نعرف حاجات اللي تبدا فيهم مرتي صحيح ونعرف حاجات اللي تبدا فيهم امي صحيح ما ندخلش هذا في هذا امي بالنسبه لي انا خط احمر لاي مراه باش ناخذ خط احمر هي ما تنجم تحكي معاها بالوش كامل ليه خط احمر امك كانت جيت عندها معناها تقول حاجه غلطه تنجم تقولها سمعت قلت انا قلت امي كانت تقول حاجه غلطه على مرتي انا نقول نعرف شنو نقول لامي اما مرتي تعلي صوتها ولا تحكي حكايه اخرى وتقول لي امك وما ادري شنو ما كذا مش نطلقها انا ما نوفل
لا ما نوصلوش للعنف. لا ما قلتش عنف. علاش عنف؟ انا جملتين باش نقولهم. انا ما تنجمش تقنعني تقول لي نحبك وما تحبليش امي، وانا كيف كيف ما نجمش امراه نقول لها نحبك وما نحبلهاش امها وما نحبلهاش بابا. ما مبعد وفيه ما عندك حتى خاطر تحب. نقول لك علاش نوفله؟ خاطر هما كي يكبروا مثلا، كي يكبروا في العمر يولي كل كطفل صغير راهو معناتها يكثر تخرنين يكثر كذا. كيما تقبل من بوك وتقبل من امك اخي، انت مثلا كامراه ولا كراجل مثلا اللي كانت معناتها كان ام المراه عايشه حتى الراجل نجم يتقلق. كيما تقبل من امك باش ترد امك انت كي تعتبرها كي امك بالحق، خاطر هي امك اون فان كونت، معناتها ام مرتك ولا ام راجلك هي امك. انت باش ترد امك ما تردهاش، دونك علاش تيوز بالحق؟ خاطر ديجا فما عباد يا نوفل تركب في مجتمع علاقة المرأة بحماتها، علاقة بنسيبته كره، تحس ساعات كره قديم لازم، وكأنه وين يتقابل المرأة مع حماتها ويقع. لازم فما مشكلة معي. طلقة ساعات تقول لك والله العظيم أحن عليا من بنتي. قالولك أنت بمخك، أنت بمخك عمرك 30 و 35 سنة ومخك متفتح وكل شيء، تنجم تفلت معناتها حتى لو كان فما عوج تنجم تفلت. اون فانت كونت معناتها تنجم انت بالطيبه نتاعك حتى كان عندها هي مثلا غايره على ولدها ولا معناتها فما الغيره راه بشويه بشويه انت توريها اللي انت تحبها ولا انت كذا باش تولي تحبك كي بنتها. وسامحوني على القلق. لا لا تفضل. برافو. صدق هو اللي كنت باش نقوله بالضبط. بالحق لخص كل شيء. هو واحد كي يجيب شي عرس يعرف شنو يختار باش من بعد يتحمل مسؤوليه. هذا واحد. معناتها مش باش تقول له راني لاباس عليا نفسيا وعقليا ومن بعد تتحول له بعد العرس تقول له يعرف هو على شنو قادم. معناتها بين واحد مش معرس شنو مشكلة نجم تقول له امك نحبها وكذا وكذا بعد العرس هي ما تنسيش. الخطوبه ديما هما محليهم صحيح. هم ليه ما تنسيش؟ ايوه اسمع ما تبداوش تخوفوا فيا. المراه انا راني يهمني. المراه عاتيه ديزارغيمون، وفما ناس يجيو مع المراه عاتيه ديزارغيمون قالت له عايشين في ضيق ما نقعدش على راحتي، معناتها عطات ديزارغيمون ماهيش لحظه. حتى ارغيمون ني فالابل نوفل. تو انا قلت فالابل، قلت المراه عطات ديزارغيمون قالت لك ما نقعدش وحدي في الدار المراه مقلقتني. يعني اون ديري فما سبب لازها باش تعمل هكاك، يعني مش باش تكون قاعده تجبد له على ذيك. فما دي كوبل باش يبداو يتفرجوا. فما امراه باش تبدا بحذايا راجلها وتقول والله عندها الحق. اي فهمت في قلبها تقولها. لا تقولها بالقوي. ناش تقولها بالقوي. حتى المراه عندها خشم ونيفره وخرجت وخلت كل شيء اهل البلا في البلا، يعني مش كي قاتل على الناس. لا عندها خشم وخرجت. خاطر اخي بحاجه يعني كيما قالت كيما قالت لبنى عايشه كيما قالت عايشه بالحق ابار انها امه معناتها اصلا تسخف. هي مراه كبيره تسخف. يلا نمشيو توا الموضوع تافه ونرجعوا للتفاهه. رمزي هل تعلم يصدم على فريق عادل بوهليل؟ شوفوا مع بعض. تحموا عادل بوهليل تبعوا مع بعض شوفوا ايش يصير. ادخل يا منقلا ادخل ادخل يا منقلا. السلام عليكم خويا اهلا بعادل. نعرف ديالك تخدموا على روحكم ربي عينكم. شنو اللي انتاجر بتاع العاب ومتاع ملعبيه؟ عندي جوار مدام مازال كي جا من المطار. لا 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 عادل لحظه لحظه لحظه، هذا مازال كي جا من المطار. هذا اللي جسمه منقلا جا من المطار. خويا عنده سجين، خلنا احكي لك عليه. لحظه لحظه والله اسمعني، عنده سجين، عنده سجين يلعب ديجا. اختصاص نتاعه اتاكو اريير اونافو يلعب اونافو. ديجا هو لعب ميليو ها العمر 21 سنه يطنطن هكا يعمل مازال بالجارانتي. وشوف اسمعني عنده رو عنده سجين اسمعني باش شوفوه. لحظه شوفوه هارا كيفاش شبيه شوفوه احكموا عليه. من قال لو بالون فراب كومسا كومسا اش رايك فيه يا عادل؟ يا عادل والله لحظة لحظة والله اسمعني والله عندي كلمة والله كلمة واحدة اسمعني لحظة عندي كلمة بيا ذيك نفلك والله جبت جوار بالحق والله جبت جوار بالرسمي والله نروح.
جوار جديد. جوار جديد. جوار جديد بعث لي رئيس المركز. هو. والله جوار معلم. باير باير. والله جوار معلم. سانتوز. يزي. اش قولكم فيه؟ عنده برشا ديجا مش رقدتو راهو يعرف يلعب. ها؟ ديدو. والله ما دي سايب لاخر عابلها بسهل. لا 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 ما يهمش نورمال. وي وي يا دي لحظه وينو لحظه سايب شكون لحظه بشوي بشوي لحظه يعطي صحة رمزي هالطالب. نحب نقول نوضح هي حصة مباشرة دونك يدخل فك البوست بيب. اي يدخل فك البوست بيب هذاك عليه عادل مفجوع معناتها يدخلون في البوست بيب وفما اللي يفرحوا بيه فما اللي ما يفرحوش بيه. يلا فريق السنافر ضد فريق الجنادب باش نلعبوا لعبة احنا سنافر الجنادب. مريم وي نسمع فيك. جنادب كثرت يمي قتلي صد خيل نحب نقول ميس أرابورد مهرجان السياحة العربية 2020 ليلة الأربعاء 11 مارس ميس أرابورد باش ينتخبوا ميس العرب. لأول مرة تونس تحتفل بالجمال متوجا بالثقافة والعادات والتقاليد. ميس أرابورد مهرجان السياحة العربية يوم الأربعاء 11 مارس في نزل اللايكو بتونس. يلا الأمثال الشعبية فريق الجنادب فريق السنافر. المثل الأول عايشة يزمك تطلعوا بالإشارات بينصير بالعلامات. لا واحدة لحظة ليش تكلموش لحظة راكم كي تتكلموا يخرج في الميكرو نجمو يعاودوني. استنى هي تجاوب لحظة كيما نجمتش عاونوها لحظة هي تجاوب ما نجمتوش انتوما من بعد ما نجمش احنا نجاوب. لا 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 يعاونوني شنو امشي عايشه لا عاونوني احنا اللي جابها يا عايشه جاوب سهل برشا عاونوني مثال شادي اكتب في الحوت وسيب في الحوت يا اخي تو انا عايشه جاوب عايشه نقول عايشه جاوبني شادي بلاش شنو نجم نعمل بلاك ابو نشط انت وتحب تنشط حصه نقول عايشه جاوب جاوبني واحد اصلع شنو معناها خليها ريت تو كان تقول لي عاودها ما نسمعش فريق احنا فريق الضفادع نحن وتحبني انا ما نجاوبش سنافر سنافر الضفادع شو اسمه هكا شو اسمه اكتب في البحر وارمي في ال تدي برا بلا يسال الجنات لا استنى تكتب في البحر هذه غير متكيفة على يسال الجنات اكتب على الحوت وسيب في البحر وجاوب صحيح واحد يلا اكتب على الحوت وسيب في البحر اكتب على الحوت وسيب بحر. يلا اثنين فريق الجنادب سرق في يدو شمع سرق في يدو شمع وجب صحيح برافو سرق في يلا المثل الثالث شادلي شادلي موجود في المثل موجود في المثل لحظة ما تعرفوش هذا نجاوبك شاشيت هذا فوق راس هذا شاشيت هذا على راس هذا والجواب صحيح لا 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 لحظة 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 أول حاجة الساعة أنت قلت قلت شادلي جاوب ما طبقتوهش لا ما طبقتوهش ما طبقتوهش يلا حجزت لا تبي تخدم في مخك اثنين وقت الأربيتراج في الأفريق الأربيتراج فوق يلا فريق الجنادب مريم أنت تجاوب يلا اللي يحسب وحده يفضله والجواب صحيح طارق أنت باش تجاوب على المثل هذا تحسها توش با مون بوست هذا لا لحظة دي سهلة يا طارق يد لحظة لا ما تمستش ما تمستش قول في قلبك طارق ما تكلمش لحظة آه يا طارق واحد اثنين ثلاثة تعطيني الجواب الأخرانية هي اللي ضيعتني شوية خي هي لحظة نجاوبوا شنو الجواب ولا ما نعرف هذيك سيتي بو دي فيرسون دي لا دخلنا ارجعوا ما عجبكش يا اخي انت كان توش با تفهموها توش با يزي لا توش با صادق ما ظنش معناتها بالدارجه ما تمسش ما تقربش لا صحيح زوز ما جاوبتوش ايش دخلنا توش با معناتها اخطا 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 راسي واضرب
لا صعيبه ياسر. اي مش هكا اختها راهي. اختها هكا راهي يا نوفل. هاي اختها نورمالمون انا نمشي شويه عرسك هاي اختها. هاي اختها نورمالمون في بلاصتي هذه واحد عامل لك ايه؟ منين مش نجيبوها احنا؟ اختها وين هنا؟ راسي وبابا يضرب. يلا رابحين 3-1 وعندكم فرصة توليوا 4-1. بلا اللي يجاوب لول هو اللي لا توا يلزم فوزي يجاوب. يلا سهلة برشا لحظة سهلة برشا فوزي بتعرفها اللي ماك بالفول بيع بالقصور والجواب صحيح اللي بيع بالفول بيع بالقصور. برافو المثل الشعبي صادق يلزمك تجاوب 4-1 سهل برشا يا صادق. انت استاي خسرنا ما. امشي مازالو العب صادق اضرب بالقطوسه تتربى العروسه والجواب صحيح صحيح والله 4-3 تعرف وهذا مجد رغم اللي احنا الحقيقه ماهوش مثل ضيز من ناحيه بالحق انا مثل واحد اللي هو سوقتي باطل كحلتي باطل نهبط لك تاكل بيلانتي. يلا المثل الشعبي الاخير كل قرد في عين امو غزال هذا هي عالم فيها لحظه قرد في عين امو غزال وجه صحيح مش قرد القرد ماهوش قرد اسمع نحي كل في المونتاج واحسبها لي صحيح أول حاجة الساعة بربي ماذا بينا معتها تعطونا المعلومات الصحيحة بالحق الصحيحة الصحيحة وتنقصوا شوية من الإشاعات على خطر لو قادر أنت تضر بلاد كاملة بمعلومات غلط راي ما هيش فدلك راي معتها راو تنجم مثلا نوفل اليوم أنت تقول أنت هاو عنا كذا 150 حالة وهو وزارة كذا وهو درشنوة معناتها نجم واحد أجنبي كان جاي لتونس السياحة يقول لك خطاني خويا معناتها تنجم راك تضر بلاد خليه جهة رسمية بالرسمي ونعطيه الثقة بالرسمي في الجهة الرسمية يا وديش من جهة هاي اسمها الأخير شو الجهة الرسمية قالوا كورونا الدور في يد حكمان اسم الجهة الرسمية اسم الجهة الرسمية كانت في روما عايش يجي يجي جاي شنو انت هنا بعثينك رفايلة كارا بعثينك فهمتش معنا معتا مروض من الكل يا نرجعوا مش نلعبوا توا أغاني كيما الأمثال الشعبية يلزمكم تطلعوا خلينا نبيعك صاحبي مجد عشيري طارق تحب على كونجي ولا شنو؟ تحب على كونجي؟ ليه نحب نعدي العبيد من بعد نمشيو تو بالأمثلة هو حاجته بمريم ما خلطش قالك حتى كورونا من عند مريم مش مشكلة يلا نمشيو للأمثلة الشعبية يلا طارق شدوا بلاستيك نمشيو نمشيو بعد الأمثلة الشعبية نطلع الأغنية نبداو صادق يزمك طلع الأغنية هذه طلع الأغنية الأغنية الأولى حط إيدك في إيديا والسؤال شنو وين نمشيو إيدي في إيدي لا قلبي حميد يلا طلع عايشة بوركوا دو في دو غارسون لحظة امبوسيبل لحظة هذوكم لحظة هذوكم جماعة وفما نقطة استفهام معناتها ما تنساوهاش شنو الأغنية حبيبي من يكون أنا ولا أنت أنا ولا أنت حبيبي من يكون غلطين عندكمش محاولة خليني بجنبك قلبي ونقطة استفهام معليش بيني وبينك سبعة بحور الإجابة هي وين وين الملايين لا سألوني الناس عنك يا حبيبي والجواب صحيح هكا هيدي سألوني الناس عنك يا حبيبي يلا لا
حبيبي حبيبي. يلا الأغنية الثانية يلزمكم تاو سفر سفر يلزمكم تطلعوا يلا بام 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 والجواب صحيح بام 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 معنيش لغاني معنيش يلا الأغنية الثالثة مشهورة على الأخر نجمو تعدل بنت الجيران والجواب صحيح سكر محلي محطوط على كريمة. مشيو للأغنية اللي بعد يلزم تطلعوها ما تقولوليش هذاك شكون اعطيونا الجواب يا كرهب تكمل رني رني لا 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 بيب بيب لا 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 بيب بيب غنيها يا كرهب تكمل رني رني يا كرهب تكمل رني رني ما صابني كاسات فيك نغني هذية اللي باش يطلع حلول هو باش يربح فاضل يا غالي يلا عديوها واللي طلع حلول يربح ما نعرف حلو الميكرون طارق جوابتك قدرتي أمامة وانا دايما اصبر فيك والله لا متاعي يا فوز والاصل هاي زغريت على الاصل يا فوزي يا فوزي جوابتي كثرت يميمة وانا ديما نصبر فيك رجع لك هالكلمة ديما لي سنين نمني فيك ما تلوميش علي اذنك ولدك عمره ما ينساك لازم يكتب المكتوب نرجع لك ونولي ليك نرجع لك ونولي ليك ياما برافو خوف شربحنا يا نوف شربحنا لا خلطوا تعادل والتعادل عندي الحصة اللي كانت هنا يزي طارق الحصة اللي كانت هنا متاع السعدي ما فهمتش بس متاعها بيه مش نعملوا تجربة حياتية معاك عايشة اكسبرينس معتها صغيرة داكور مش نغمضوا لك عينيك وتولي كأنك ما تشوفش وباش نطلبوا منك تعمل حاجات في وسط البلاتو باش تعيش لحظات معناتها في بلاصه ناس فريستري خاطر اكثر حاجه نخاف منها وي طر عشتها قبل نهار كامل عملتها او لا لا والله حطيها لي عاد كيفاش انا ولا بالحق والله كيفاش الفيديو لا فما الفيديو كيفاش عشت اقسم بيدين الله من اتعس الايام في حياتي كيفاش عشت نبكي نهار كامل نبكي عديته من غد مرحبا بيك اليوم باش نعيشوا معاك التجربه هذه باش نغمضوا لك عينيك بشويه باش نطلبوا منك طلبات لازم تنفذهم حطينا حاجات في البلاتو تستعملهم عينيك مغمضه ما تشوفش وتعيش التجربه اوكي باه انت ما عادش تشوف حتى شيء توا نطلب منك تمشي لبلاستيك تهز دبوسه الماء وتصب منها الفوزي يلا بلاستينا وين كنت انت دونك من هنا تشوف في بلاستيك فما دبوسه ماء تخاف نطيح لا ما تيحش في بلاتو كان مش نطيح قولوا لي باش نطيح لا ماكش باش تطيح كان مش تطيح ما تخافش نخليوك تطيح لا طارق قيتها تعبي منها الفوز تعبي منها الفوز فوزي تعرفوا لا فوزي قاعد وين عاد في الطرف سلام انا اها يا هوني هوني لا عاد خليها خليها هكا
لا هك هكا برسك غادي يس صحيح اه هو ما تصبش برشا ما سوبر جي غاني لا لحظه مازلنا حط الدبوزه عايشه تمشي لبلاصه صادق فما مصالحه محطوطه تاخوها وتطلع بها ونعملوا سكتشات تكنس شويه الله الله بلاصه صادق فما مصالحه بلاصه صادق ما يتكلم حد يخليوها تعيش وحدها بلاصه صادق فما مصالحه مني فما بعلوش لا لا شكونك انت لا باين سعدي لا في بلاصته مصالحه فوالا رد بالك اي ما لازمني نعرف هما وين استنى خلينا نشوف اه هو صادق بعدين فما مصالحه اقرب زيد قدم تطلق لا لا اقرب ارجع اه نرجع صادق غادي 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 زيد قدم شويه على اليمين شويه وقدم يديك اه هاي المصالحه هزها وين نعملوا احنا سكتشات صادق هي ما فما دروج يذهل هي اللي تدروج شنو في الدروج شو فما دروج ملا لا اطلع ونعملوا سكتشات مش غادي بدات تقرص انا وين انا وين انت على ساعه فوالا صحيتك قدم عايش لا لا ما تمشيش بالمصالحة هز معاك المصالحة لا لازمني نعرف امشي عارف بشوية عايشة بشوية فما فما دروجة اي فوالا رد بالك لا 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 شكون ورايا؟ فما واحد وراك يضربوا بالمصالح لا لا خليوها معك اي تكنس شويه السباس هذاك باهي انا وصلت ولا ايه؟ انت وصلت فما حاجه دروج اخر؟ ما هي؟ فما الصلب هذاك تهزه وتحطه في البلاصه اللي انت كنت فيها وكيفاش باش نلقاه الصلب فما دروجه لا مشيره الاخرى على اليسار فهمت فما حس عبد مش مشكل صدق قبعد يلا عايشه القدام قدم القدام تلقى عايشه وراك الكرون رد باك تكسر باه قدم القدام عايشه تلقى الصل اه قدم قدامه قدم القدام شويه اي تو اعمل المصالحه اعمل المصالحه تو تحس الصل قدامك زيد شويه زيد شويه قدم زيد شويه على يمينك على يمينك القدام فوالا القدام شويه فوالا امشي على يمينك حرام يحطوا غادي فوالا مره جيبوا توا يتحرك سيبو عاد روبير يصطل بالحس يا عيسى هو بالحس ديجا ها هاو صدق شد بلاستيك ها هاو فوالا عيسى خلي المصالحة خلي المصالحة خلي المصالحة ورجع الصطل توا حطه وين بلاستيك بالضبط وين شو؟ وين كنت انت قاعدة؟ اش معنى وين كنت؟ مش معناتها وين كنت قاعدة صدي طولها وذنية هذي ولا شنو وين انت كنت قاعدة معناها انا وين قاعدة في البلاد وين كنت قاعدة في الحصة اوه حكاية توا اشتراسي لي بسقيك شوية فيق اي فما دروج اي دادش دادش يا عايشة عايشة شنو فما دروج بيان سور فوالا ذكية العملية من شكي سي بون خلطت مس مس بيديك رد بالك راك ما طلعتش للبلاتو باه اه مالا وين مشيت؟ مشيت وين شيرت الببليك ما تنجم تمشي اه انا قاعده توت فاسون مشيرت الببليك بعلوش شيد لي ها هاو برافو احكي لنا على الاكسبيريونس باهي هو انا اكزرسيس قبل عملناه ديجا مع سعدي في التياتر الحاجه المهمه اللي كانت بالنسبه لي كو جيتي اون كونفيونس
دونك انتم توجهوني جيتي ان كونفيونس اني ما منتيحش بالنسبه لي انا حاجه تقلقني حتى كي نبدا باغ اكزومبل في بلاصه وعيني مغمضه لازمني شويه ضوء باش نشوف خاطر حاجه تقلقني معناها لانكونو قلقني هذاك الاحساس السنتيمون هذاك قلقني برشا جوستومون معناتها ربي معاهم معناتها تحط روحك ساعات والله ساعات تعملها الاكسبيريونس اي نعرفش تتقال رينكو باش تحمد ربي نعم نعم والله باش تحمد ربي عن النعم اللي عنا ونقوموا بهم ونرقدوا بهم وبارفوا بالغش وبالستريس ما نعرفوش قيمتهم وتشوف فيهم عدوك وتشوف فيهم خوك وتشوف فيهم صاحبك وتشوف فيهم الاحمر وتشوف فيهم الاخضر وتشوف فيهم الازرق وتشوف فيهم الدقيق وتشوف فيهم العالي وتشوف فيهم كذا وتشوف فيهم وتشوف فيهم يعني وتشوف بهم واحد مريض بحذاك يعني والله نعم نعم تدري انا قمت بها الاكسبيرينس قبل اقسم بدين الله نحمد ربي ونشكره ساعه وقت هذيك اكثر حاجه في مخي والحاجه اللي اخيب ما فما حتى حد يقول لي اطلع ودور يمين ويجا يسار وكذا عملت هذيك الحاجه الخايبه هذيك الحاجه اللي بالحق تحسها وقتها معناها كيفاش واحد يسكر عينيه نهار كامل وفما حاجه اخرى بربي نحب نقولها خاطر وقتها برشا تفاعل جاوني من نوادي المكفوفين والجمعيات نتاع المكفوفين قالوا لي بربي راهو الكتب نتاع الويبراي اللي يقراو بهم راهم مقطوعين معناها وصلوا ما همش موجودين اقسم بالله كيما نحكي معاك معناها بالحق نداء للسلطات كان يسمعوا فينا هذه الاكسبيريونس الثانيه ان شاء الله يوفروا لهم الكتب على الاقل الناس هذوكم طب نوفل وجمعيات وصلنا توا لختام الحصه نتاعنا باش لا غالب طارق مشيت غادي طردوني مشيت غادي خويا الله غالب خلينا نشوف عايشه بوزيت نجريه مرسيك الكرتني على الكزازيس عايشه شنو بوزيت نجري ساندويتش نجريت الدنيا ضعفت نجريت دبل فورماج سعد 30 ثانيه في حصتك 30 ثانيه في حصتك مسيرش مسيرش يرحم الله والديك خلينا نجي لحصتك نعرفك رجولي مش كيما نوفل ما يخليش لا خويا مرحبا بيك خويا حبيت نربط مع الحصه نتاع نوفل حبيت نقول راهو في الجمعيات نتاع المكفوفين راهي ظروفهم الماديه الحقيقه خايبه برشا 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 لذا بربي لفته كريمه من المجتمع المدني من الدوله ناس بالحق لازمها يعانوا مرسي انا لا انا اعطيتك معناها صوتك معناها اعطيتك تتكلم في حصتي خويا ما فما حتى مشكل ان شاء الله هما معناها ان شاء الله صوتك يوصل الساده نحب انا الامثال الشعبيه في ختام الحصه نتاعنا ثم امثال شعبيه نحب نفسرها لكم يقول لك اللي تلمدوا النماله في عام يهزوا الفيل في عفسه اش معناها هذا اللي تلمدوا راهو هذا الدوريجين السي فوزي المثل هذا اللي تلمدوا النماله في عام يهزوا الفيل في عفسه فما منه في بومنديل هذايا لا 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 اش معناها معناها اللي طيب والمراه في عام ياكلوا السادق في درج هذا التفسير عندنا مثل اخر زاد باش نفسروه ويقول لك المثل الجمل ما يراش حدبته والسعدي ما يراش كرومته لا نقصد معناها الجمل ما يراش حدبته معناها كيما الصادق ما يراش كرشه والا كيما نقولوا نحن رمزي هل تعلم ما يراش المساطه نتاعو لهنا نكون وصلنا لختام الحصة نشكر السادة المستمعين السادة المشاهدين اللي يسمعوا فيها كل نقابلوا نهار الثلاث نقابلوا نهار الثلاث أمان شوي ذا ألعب غميزة وفيت دقاج وين بلاش نرغب امشي ثلاثة بقدر ترمي امشي لو المصالحة ها؟ والله اللي يحب سيدنا يربح عن المسابقة كاش يبعث اس ام اس على الرقم 22 22 3 ميرسي يعطيكم الصحة اقعد صدق نحبوا نختموا في الاخر تعطيني رايك عايشة وبعد نسمع مريم خاطر انتم اكثر انستغرام ودنيا ولوك ودنيا على حملة التنمر على صحفية فدوى شطورك اللي خرجت في وقت العملية الإرهابية وخرجت من غير مكياج وصارت حملة تنمر خايبة برشا عليها يعطيها الصحة وربي يعطيها القوة ما حبتش تجاوب أما الحمد لله برشا تونسية جاوبت شنو رأيك؟ صديقتي وزميلتي ساندرا شحاوي كي حضرت مع صادق زاد كي نحات المكياج عملوا لها زاد حملة تنمر معناها وقعدوا يتمسخروا عليها دونك مو جو فو أنا جو روسوا سو جونغ دو ميساج ألف مرة في النهار معناها في كومنتير تو إي موش مخيبك
مغير مكياج انا جو تروف كو سو جونغ دو بيرسون ايز اون با دابور معناها ما عندهمش ا نيفو كولتوريل معين هذه اول حاجه ما عندهمش احترام لرواحهم ما عندهمش ثقه لرواحهم انك تقوم تتمسخر على خليقه ربي معناها حتى كان انا خايبه supposons عبد خايب معناها قوموا هكا معناها on se moque de lui ça ça se fait pas معناها حاجه inacceptable pour moi عبد مزيان خايب وبلوس امراه مش تجري مش تقوم بالواجب نتاعها معناها ايفينمون دونك اش معناتها هذيك صحفيه في دارها ما شافت شيء مش تجري باش تخدم مالي ما عطيني رايك معناتها هي الله ومنها معناتها الله ومنها اللي خرجت مشات تجري معناتها هي ستخوف كو كانت تعمل في اي حاجه اخرى في الدار ما نعرفش اللي هي بصغارها قاعده في الكوجينه ما نعرفش طيب تعمل الله ومنها هي ديجا ال برون لو ريسك معناتها تاخذ ميكرو ال دوموند ا ميكرو تمشي تجري و couvrir l'événement معناتها فهمت خاطر اللي صار راه مش شويه معناتها انا قاعده بيتها في حاجه اللي صار هذاك الكل معناتها قعدنا نحكيو كان على فدوى هي اللي عملت البوز على فيسبوك جمعه هذه هي اللي العباد الكل تحكي عليها كوش انا نحب نوري للعباد الكل واللي يتفرجوا فيها تو الكل اللي كلنا راهو on n'est pas معناتها parfait on n'est pas tous parfait ce que vous voyez aujourd'hui maintenant je suis maquillée par exemple انا je soutiens فدوى franchement Je soutiens Fadwa. On a besoin de lui. Et aussi, j'ai des imperfections. On tout mais je mets à lui. C'est Facebook. C'est Instagram. Ou les photos fake. Ce qu'on dit, ma fake, ma du faux. Avec quoi c'est des filtres et c'est des. Ouais, mais les nanas, elles sont pleines d'imperfections, dont moi aussi. Voilà. J'enlève mon maquillage. حتى ريت الاولاد هبطوا ستاتيو اعطيهم صحه زين وبلال في الدار كلموها اقرب وحده خاطر الواحد ما خمتش هبط التجري اما كان جملته ما كملهاش لا سمع قلت لك زين عبد المستوري وبلال مساوي كانوا هبطوا زاد فازا محلاه على الاخر بالرسمي كيفاش الناس الله غالب هذاك ساعات فما مخاخره هذيك تلك حدود الله اللي ما خلصت العنبه قول مقرص لي مي سورتو سو سون دي بيرسون كي نزون با كونفيونس ان او معني نوفل اون بلوس راهي هبطت تجري المكان عمليه اللي هو تعرف بعد حادث رابي اكثر بلاصه مخترعه على الاخر خاطر تنجم تكون الزربه الاولى حصيله معناتها فهمتني ولا انا نسال حاجه مريم يعطيك صحه اللي طرحت نسال حاجه بالليل اللي عملت مقعير على كيك شنو احساسه معناتها شو شعوره شو يحس في روحه معناتها في باله فرق فيها في مخ فوز اول شيء ما عندوش احساس خاطر هو قاعد وراء بي سي ولا شد تليفون يعني شنو احساس عنده؟ السوبر مان باش يعمل اي حاجه كيما قال الاستاذ عطيه قالت مستوى الثقافي نتاعهم متدني للاخر ما نصورش انا كان الصحفيه دي ولا زميلتها اللي شفتها انا سبت معكم في ديمنا باس مراه فاضله مستوى عالي جدا ما نصورش كان الناس هذوما مستواهم اعلى من مستوى صحفيه ولا الاخر يعني مستوى متدني جدا متدني لو كانت تنقدها في عمل نتاعها اللي قامت به تنقدها تقول عملت وعملت وعملت نقد في عملها نتقبل منك. اما خايبه بلاش مكياج بيك عليك وانت قاعد رجل ولا امراه ورا بيسي من تالي يعني لحظه في نهار استشهد فيه امني اي مات من في عمليه خطيره في عمليه في خطيره امني مات عطاه روحه للبلاد هزت البلاد فهمت بلاش يعني شوف لا اما مريم نبدا بمريم مريم محليك من غير مكياج عجب والله ولا نحيت كل شيء هكيك ولينا ثلاثة رجال منا ثلاثة رجال منا عايش لحظة مش وليو ثلاثة أربعة لحظة وريونا عايشة باش نسانة وباش نحي المكياج لا أصلا نتحديك أنت نحي الجيل أنت لا الجيل هذاك ما نحيهاش كي بالله يا مش بجرب نحي إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله ريكارد معناتها شو محلاها عديوا لنا مريم سيد المخرج لا مي سيريو ريكارد مريم محليك مريم محليك نحي اللونكية عاد مريم لا هذوك ما عينيا خويا ما نجربش اما بحق ورينا عايشة من غير مكياج تريتو شون برافو يعطيكم الصحة برافو ميرسي بوكو نحب نعمل ريميرسيمون السوتيو فاب بيراتو اوميز نو بارتنير في الحصة هذه عايشة ميرسي بوكو نورتنا الليلة في اضحك معنا ميرسي توت ليكيب ان شاء الله ديما ناجحة شكرا ليك صدوك ميرسي ربي يفضلكم شكرا لك طارق ميرسي بوكو نوفل وان شاء الله ربي
يحمي البلاد هذي وكا. إن شاء الله ربي تسترنا. الكورونا صحيح راي ماشي وتكبر، فما إجراءات. إذا المواطن ما هوش واعي وما يخافش، راهو الدولة ما تنجم تعمل حد شيء. مش أي حاجة نرميوها على الحكومة، الدولة ما تنجم تعمل حد شيء. ميرسي بوكوبا حلال لما وإن شاء الله. ميرسي شدولة أبيانتو يعطيك الصحة. ميرسي عايشة، ميرسي فوفو. عايشة نورتنا اليوم بصراحة. عايشة والله نورة بوجودك. ربي يفضلك. حبيت أقول لك حاجة أستاذ نوف، الدكتور محمد أمين في مستشفى الأطفال مسكين يعني عنده ما في راسه سبب له يعني مشاكل كبيرة برشا. طفل ولا ياكل ويشرب من جنبه، طفل صغير في مستشفى الأطفال الصغار، رقم تاع أمه يعني 92 864 621. يعطيك الصحة، مدي المساعدة في أقرب وقت ممكن. يعطيك الصحة. ميرسي مريومة. نحب نشكر فلور دليس بور لو مكياج اللي ما عادش موجود. فوالا ميرسي فلور دليس، فهمنا خدمتك تاع وقداش قوية. بون خلي نشوف وجهي مازلت نبل حتى بك الروج ليفغ اللي حطيته هذاك. ميرسي فلور دليس. دونك جو ريميرسي زيد بدو بتمامة خاطر الناس بتمشاهدة حلوة برشا فريمون. ميرسي بوكو، نشكركم على على كيف نقولوا الناس بتمشاهدة. فوالا على الناس نشكر زيد أحسن بور مي جو فلور دليس. اي فلور دليس هي نحيت المكياج مي كومين. ميرسي بوكو. وانت ميرسي محلاها رجعتك. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. وعايشة عطية محلاها فريمون صديقتنا ذيك. شكرا لك مجد. شكرا لك انت نوفل. شكرا ميرسي. ومرحبا برجوعك ومرحبا بعائشة ونورنا سورتو جدولة. نعم بوزين. مرحبا عائشة. النهاية مش باش نكونوا جينيريك بالاخر، نعيط معناتها اوماج الجمعة الخابة، نعيط ليوسف ولطفي زو صغار النشيد الرسمي التونسي باش نوفوا به. اي مرحبا مرحبا مرحبا. مرحبا. ما احلى ما احلى. تفضلوا هنا تفضلوا. دونك احلى احلى حاجه ينجموا محلاهم يلبسوها ان شاء الله يا ربي نراوكم رجال هكا وتدافعوا على البلاد. يلا يلا نختموا بها. تفضل. يا حماه الحماه هلموا هلموا لمجد الزمان، لقد صرخت في عروقنا الدماء. نموت نموت ويحيى الوطن لمجد السماوات.